السلام عليكم طلاب الصف الثاني المتوسط. درسنا لهذا اليوم هو الإحصاء والاحتمالات، الفصل الأخير في هذه المعلومات. نحتاج إلى التعاريف التالية. معنى الإحصاء، الألفاظ راح تكون بهذا الشكل: معنى الإحصاء في اللغة هو العد أو الحصر. هذا معنى كلمة الإحصاء في هذا الموضوع. نحتاج إلى التعاريف التالية. نحتاج إلى مجموعة من التعاريف. أولاً المدى. المدى هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في البيانات المعطاة، في البيانات المعطاة، ويرمز له بالحرف R range. هذا التعريف البسيط. الR اللي هو رينج، المدى يساوي إن أكبر قيمة ناقصاً أصغر قيمة. هذا التعريف البسيط. نحتاج إلى المثال التالي. مثال: جد المدى للبيانات التالية. مجموعة من البيانات، مثلا 75، 72، 80، 99، بهذا الشكل. مجموعة من البيانات علينا أن نجد المدى لها. في البداية يجب معرفة أكبر قيمة وأصغر قيمة، أو طالب آخر يتقيد بالتعريف يقول ما هو المدى. المدى الحل S O R بشكل يرتب السؤال. R يساوي إن أكبر قيمة ناقصاً أصغر قيمة، بهذا الشكل. ثم يبحث في البيانات. أكبر رقم عندنا هو 99، أصغر رقم اللي هو 27، بهذا الترتيب. الناتج يساوي 99 ناقصاً 27 كمثال، ثم نطلع الفرق بيناتهم. 9 يروح منها 7 2، 9 يروح منها 2 7. هذا الفكرة الأولى في هذا الموضوع. التعريف الثاني: 2 الوسط الحسابي. الوسط الحسابي. الوسط الحسابي هو القيمة الناتجة، القيمة الناتجة من حاصل قسمة مجموعة البيانات على عدده، ويرمز له اكس عليه خط، تقرا اكس بارت مو اكس فتحه، ما يجوز هنا، ليست اكس فتحه، خط كبير وليس خط مائل بهذا الشكل. من رموز نكتب القانون: اكس بارت تساوي لنا اكس 1 زائد اكس 2 زائد النقاط زائد اكس ان على الان. هذا هو الوسط الحسابي. هنا مجموع البيانات، بالعربي توضيح، مجموع البيانات حرف الان عددها،
بهذا الترتيب بهذا الشكل. نكتب مثال توضيح يعني هذه المجموعة. مثال جد الوسط الحسابي، جد الوسط الحسابي لدرجات الحرارة التالية، لدرجات الحرارة التالية. مثال 36 34 40 44 46 بهذا الشكل. فإذا مجموعة من البيانات، خمس بيانات المطلوب إيجاد الوسط الحسابي لها. طريقة الحل X بارت، نكتب القانون أولا X1 زائد X2 زائد النقاط زائد Xn على الN، مجموعة البيانات حسب الترتيب على عددها. ثانيا نعوض هذه البيانات بهذا الترتيب، لاحظ 36 زائدا 34 زائدا 40 زائدا 44 زائدا 40 46، عددها نحسبهن 1 2 3 4 5. الملاحظة الثانية، لاحظوا بعض الأرقام يجيبونها بالبيانات تقبل القسمة حتى طالب الكت يختصر يصير عنده خطأ. نرجع للتعريف، هو القيمة الناتجة حاصل قسمة مجموعة البيانات عليهم، يجب هناك تقسيم حاصل الجمع على العدد. إذن جمع البيانات أولا ثم عملية التقسيم بهذا الشكل. طريقة الرياضيات، لاحظوا هذه الطريقة البسيطة، الستة أجمع حويها يصير 40، الأربعة أجمع حويها يصير 40، وهي عندنا 40، إذن عندنا 5 في 40 200. بهذا الشكل على 5. طالب آخر يجمعهم بهذا الشكل، 6 زائد 4 10 0 باليد 1 0 4 6 0 باليد 2 4 و 4 8 4 12 18 22. اختصار بين البسط والمقام، 20 من 4 بها كم؟ 5 بها 4 و 0 ينزل 4 بهذا الترتيب. إذن الوسط الحسابي هو القيمة الناتجة من حاصل قسمة مجموعة البيانات على عددها، مجموعة البيانات تقسيم عددها بهذا الترتيب. وراها الوسيط، الوسيط هو القيمة الوسطى، هو القيمة الوسطى لمجموعة البيانات المرتبة بين قوسين تصاعديا أو تنازليا. إذن قيمة وسطية بالنص، مجموعة البيانات تكون لازم بشكل ترتيب تصاعدي أو ترتيب تنازلي، ويرمز لها بالحرف ME. نحط بهذا الترتيب. مثال نوضح بهذه الفكرة، جد الوسيط لمجموعة الأوزان التالية، الأوزان التالية. المثال رقم 1، مجموعة الأوزان اللي عندنا 15 20 12 8 21. ما هو وسيط الوزن لهذه المجموعة؟ الحل راح يكون بالشكل التالي، الحل S و L، ترتيب أولا ترتيب تصاعدي، الطالب عليه أن يختار هو الترتيب، ترتيب تصاعدي من عدد الأصغر 8 برا 8 12 برا 12 تجي 15
ورا 15 تجي ال 20 ورا ال 20 تجي ال 21. عدد البيانات 5، واحد منا واحد منا واحد منا واحد. هذا هو الوسيط ام اي يساوي لنا 15. اذا كانت البيانات عددها فردي فيكون هناك واحد بالوسط. مثال اخر، جد الوسيط، جد الوسيط لمجموعة الأعمار التالية، الأعمار التالية، مجموعة الأعمار في المتوسطة. مثال 12 16 15 14 13 17. ستة بيانات، المطلوب من أدنى إيجاد وسيط العمر لهذه المجموعة. الحل راح يكون بالشكل التالي: SOL ترتيب تصاعدي، ترتيب تصاعدي لهذه البيانات يساوي من العدد الأصغر في هذه المجموعة اللي هو 12، العدد اللي بعده 13، عدد اللي بعده 14، عدد الآخر 15، عدد الآخر 16، ثم العدد 17. إجا طالب يريد يحسب البيانات 6، واحد منا واحد منا. لاحظ هنا وجود عددين في الوسط، إذا الوسيط راح يصير عندنا فكرة الوسط. هنا الوسيط نربطه بموضوع الوسط الحسابي، راح يصير ام اي يساوي لنا 14 زائد 15 على 2 بهذا الشكل، مثل فكرة الوسط الحسابي في الموضوع. ويساوي الناتج 15 زائد 14 29 على 2، نبسطها اكثر 14.5 بهذا الترتيب. هذه التعريف البسيطة لها علاقة بالموضوع القادم، لهذا راح نشير لها مع الأمثلة. التعريف الآخر في هذه المجموعة المنوال، المنوال هو القيمة الأكثر تكراراً في التوزيع، في توزيع البيانات. هو القيمة الأكثر تكراراً في توزيع البيانات، الرقم المكرر أكثر من مرة. لاحظ الأمثلة التالية، لاحظ الأمثلة التالية. أولا، جد المنوال لمجموعة البيانات التالية 3 5 7 9 15. ما هو الرقم الأكثر تكرارا في هذه المجموعة؟ ما كتبنا رمزه بالعين، هو رمزه ام او. اجى الطالب هنا يبحث عن الرقم المكرر في هذه المجموعة، لا يوجد رقم مكرر في هذه المجموعة. إذا هنا الحل SOL MO يساوي لنا مجموعة خالية، معناها لا يوجد منوال، لا يوجد منوال. الصحيح الرمز والجواب مالته بهذه الطريقة. مثال ثاني، جد المنوال
جزء من المال لمجموعة درجات الرياضيات لأحد الصفوف المتوسطة. سبعين، تسعين، ثمانين، سبعين، خمسة وستين، سبعين، خمسين، أربعين. مجموعة من البيانات والمطلوب إيجاد المنوال لها. نجي نبحث عن الرقم الأكبر، الرقم الأول. طالب إذا بالتسعين، كم مرة نتكرر هذا الرقم؟ مرة واحدة ترك. بدأ بالثمانين، كم مرة نتكرر؟ مرة واحدة ترك أيضا. بدأ بالرقم سبعين، هذا واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة. إذن هذا الرقم مكرر ثلاث مرات. يبحث عن رقم آخر هل مكرر بنفس العدد أو أقل حتى يفتش عنه. هذا الرقم بما أنه ماكو رقم آخر مساوي له، إذن هو المنوال. MO يساوي لنا سبعين. الرقم الأكثر توزيعاً، سبعين، 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 بدون ترتيب للبيانات، ما يحتاج هنا عملية الترتيب. مثال آخر في هذه المجموعة. جد المنوال، جد المنوال لدرجات الحرارة التالية، لدرجات الحرارة التالية: 35، 36، 36، 40، 31، 35، 36، 30. إذا الطالب يفتش عن الرقم الأكثر تكرارا في هذه المجموعة. بدأ بهذا الرقم 35 مرة واحدة، مجموعة هذه مرتين. فتش عن رقم آخر، العدد 36 مكرر مرة هنا، 36، 36، عدد مرات التكرار ثلاث مرات. البيانات الأخرى لم تكرر. إذن المنوال MO، إذن هو الرقم 36 فقط، لأنه هو الرقم الأكثر توزيعاً وليس الرقم 35. الـ35 مكررة مرتين، بينما العدد 36 مكرر ثلاث مرات، إذن هو الرقم الأكبر. مثال آخر. جد المنوال، جد المنوال لمجموعة الأوزان التالية: 60، 70، 75، 60، 70، 60، 72، 60. فارز 70. إذا الطالب بهذا الشكل وريد يفتش عن المنوال في هذه المجموعة، بدأ بالرقم الأول، واحد، اثنين، ثلاثة، بهذا الترتيب. فتش عن الرقم الثاني، هو رقم 70، واحد، اثنين، ثلاثة. نكتب هذا الرقم هنا يختلف عنهم، رقم 80. في الحالة من هو المنوال في هذه المجموعة؟ يوجد منوالين، المنوال الأول MO1، M
O1 يساوي لنا 60 مكرر 3 مرات، 1، 2، 3. المنوال الثاني MO2 يساوي لنا العدد 70 أيضا مكرر 3 مرات. إذن هذه الفئة يوجد فيها منوالان، المنوال الأول والمنوال الثاني بنفس عدد مرات التكرار، 3 في الأولى، 3 في الثانية. أما إذا صار عدد أكثر مع أقل فالأكبر هو المنوال، وإذا كان الرقم غير موجود فلا يوجد منوال في هذه المجموعة، نكتب عليه مجموعة خالية أو فاي. وهنا عندنا منوال فقط هو الرقم الأكبر في هذه المجموعة. إذن هذه التعاريف الأولى هي أولاً نبدأ من أتى، المدى، الوسط الحسابي، الوسيط، وننتهي بمن بالمنوال، التعاريف البسيطة الأولى في هذه المجموعة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلاً منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.